وفي هذه الليلة نقف مع إمامين من أئمة الهدى وصحابيين هما أجل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنقف مع سيرة أبي بكر رضي الله عنه ومع سيرة عمر رضي الله عنه أيضا وقفات مختصرة. وابن الجوزي رحمه الله في كتابه هذا يذكر أشياء جميلة عن هؤلاء الأعلام، لكن قد يوجد في هذا الكتاب بعض الأشياء وبعض الملاحظات التي يجب علينا إما أن نعلق عليها وإما أن نحذفها لمخالفتها للصواب. ولذلك سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى عن ثلاثة كتب من كتب الزهد والسير، سئل عن كتاب الزهد للإمام أحمد وعن صفة الصفوة لابن الجوزي وعن حلية الأولياء لأبي نعيم عليهم رحمة الله جميعا، فكان ترتيبه رحمه الله لهذه الكتب أن أفضل هذه الكتب الثلاثة هو كتاب الزهد للإمام أحمد، ثم ذكر أن كتاب حلية الأولياء فيه كثير من الأحاديث الضعيفة بل والموضوعة، فكان ترتيبه لهذه الكتب أن أولها هو كتاب الزهد، ثم صفة الصفوة، ثم كتاب حلية الأولياء لأبي نعيم عليهم رحمة الله جميعا. ولذلك هذا الكتاب لا يخلو من بعض الملاحظات نريد تنقيتها ليخرج هذا الكتاب مفيدا للذي يقرأه أو يستمع إلى تسجيلاته. طيب، نقف مع أبي بكر رضي الله عنه باختصار ثماني وقفات. الوقفة الأولى حول اسمه ونسبه رضي الله عنه. أبو بكر الصديق رضي الله عنه اسمه عبد الله ابن عثمان، عثمان يقال له أبو قحافة رضي الله عنه، وأسلم ومات بعد ولده أبي بكر، بعد أن مات ولده أبو بكر رضي الله عنه. عبد الله ابن عثمان ابن عامر ابن كعب ابن سعد ابن تيم ابن مرة ابن كعب ابن لؤي، واسم أمه أم الخير سلمى بنت صخر ابن عامر، ماتت مسلمة رضي الله عنها. أبو بكر من فضل الله عليه أن أسلم هو وأبناؤه وأمه وأبوه رضي الله عنهم جميعا. لقبه أبو بكر بكر بالإسلام، الصديق كان يصدق النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ألقابه المشهورة عتيق رضي الله عنه. وفي تسميته بعتيق ثلاثة أقوال، القول الأول أن هذا اسم سماه إياه النبي صلى الله عليه وسلم كما يروى عن عائشة رضي الله عنها وكما يروى عن علي رضي الله عنه أيضا. قال ابن الجوزي: وكان علي بن أبي طالب يحلف بالله أن الله أنزل اسم أبي بكر من السماء الصديق. فيروى عن علي رضي الله عنه أن اسم أبي بكر الصديق، ويروى عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم
سماه عتيقا لأن الله يعتقه أو أعتقه من النار. القول الثاني أنه اسم سمته به أمه، قاله موسى ابن طلحة رحمه الله تعالى. الثالث أنه سمي به لجمال وجهه، كانت العرب تقول للمنتهى في الكمال أو الجمال عتيق، وهذا قاله الليث ابن سعد، الليث ابن سعد من قرناء الإمام مالك رحمه الله تعالى، ذو العالم وفي زمن الإمام مالك، وكان أعلم أهل مصر رحمه الله الليث ابن سعد. فقال أبو بكر رضي الله عنه سمي عتيقا لجماله. الكلام ذكر ابن الجوزي هنا في صفة الصفوة، والذهبي في سير أعلام النبلاء نقل هذا القول الأخير لجماله، لجمال وجهه، أيضا نقله عن ابن معين، يحيى ابن معين رحمه الله تعالى، وهو أيضا وهو قرين الإمام أحمد عليهم رحمة الله جميعا. طيب، الوقفة الثانية صفة أبي بكر رضي الله عنه. من جمال هذا الكتاب أنه يذكر الصحابي ويذكر وصفه في خلقه، يعني يذكر خلقه وصفته الخلقية كما يذكر أخلاق الصحابي رضي الله عنهم جميعا. كان أبو بكر رضي الله عنه نحيفا، كان نحيفا خفيف العارضين، خفيف العارضين يعني أنه لم يكن كثير اللحم في فمه وعن يمينه وعن شماله، إنما خفيف العارضين، معروق الوجه، وهذا من الجمال، كأن في وجهه كأن عروقه ترى من جماله رضي الله عنه. ناتئ الجبهة، وكان إزاره يسترخي عن حقويه لأنه كان نحيفا رضي الله عنه، وكان يتعاهده ويرفعه، ولذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم لست ممن يفعله خيلاء، يعني أن إزاره كان أحيانا ينزل فيرفعه لنحافته رضي الله عنه، كان جميلا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه أشد الناس كما سيأتي ذلك في حديث عبد الله، في حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه في صحيح مسلم. وكان يخضب بالحناء والكتم، والكتم، الكتم ده لون زي الكبد، يعني زي الكبد. طيب، وعن قيس ابن أبي حازم قال دخلت مع أبي على أبي بكر وكان رجلا نحيفا خفيف اللحم أبيض رضي الله عنه، أبيض اللون. طيب، الوقفة الثالثة مع تقدم إسلامه رضي الله عنه، اختلف العلماء في أول الناس إسلاما كما ذكر الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء، فذكر أقوالا، لكن ملخص هذه الأقوال والجامع لها أن أول الرجال إسلاما هو أبو بكر رضي الله عنه، وأول النساء إسلاما خديجة رضي الله عنها، وأول الغلمان علي رضي الله عنه، وأول الموالي زيد رضي الله عنه، ذيل الأربعة من أصناف الناس ومن أقسامهم، وده ملخص الكلام. طيب، وعن ابن عباس قال أول من صلى أبو بكر رضي الله عنه، أول من صلى،
أما أولاده وهي الوقفة الرابعة له ستة أولاد، ثلاثة أبناء وثلاث بنات. كان له من الولد عبد الله وعبد الرحمن ومحمد. محمد والد القاسم، القاسم ابن محمد ابن أبي بكر، وهو من السبعة الذين كانوا يلقبون بالفقهاء السبعة بفقهاء المدينة. أما بناته عائشة رضي الله عنها وأسماء ذات النطاقين وأم كلثوم رضي الله عنها، ديل بنات أبي بكر الصديق رضي الله عنه وعنهن، وكذلك أبناؤه رضي الله عنهم جميعا. في كلام ذكر ابن الجوزي اختصرته لأن فيه بعض الكلام الذي لا يصح في محمد ابن أبي بكر رضي الله عنه، لا يصح أن يقال. وإلا فإن ابن حجر العسقلاني رحمه الله في كتابه تقريب التهذيب قال عن محمد ابن أبي بكر، ذكر عنه ثلاثة أشياء: قال له رؤيا، أي رأى النبي صلى الله عليه وسلم وصحابي، وقال قتل في سنة 38 من الهجرة، والأمر الثالث قال وكان علي رضي الله عنه يثني عليه خيرا. انتهى الكلام، ما في مجال للشيعة ولا لغير يطعن في محمد ابن أبي بكر رضي الله عنه ورحمه الله تعالى. طيب، الوقفة الخامسة والسادسة من أفعاله الجميلة رضي الله عنه ومن مناقبه. أما من أفعاله الجميلة نذكر فعلين، قال ابن الجوزي عن عمر بن الخطاب قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتصدق، ووافق ذلك مالا عندي، فقلت اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما، يعني كان في يوم بسبقه الليلة بسبقه. قال فجئت بنصف مالي، قروش وقسمه، جاب نص قروش وقدم للنبي عليه الصلاة والسلام صدقة لوجه الله تعالى، يعني يتصدق بها أمام النبي صلى الله عليه وسلم ليضعها النبي صلى الله عليه وسلم في الموضع المناسب. قال فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أبقيت لأهلك؟ قلت مثله، يعني أبقيت مثل هذا المال، زي ما جبت نص خليت نص. قال وأتى أبو بكر بكل ما عنده، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أبقيت لأهلك؟ فقال أبقيت لهم الله ورسوله، أبقيت لهم الله يتوكلون عليه، ورسوله صلى الله عليه وسلم يتبعونه ويحبونه صلى الله عليه وسلم. فقلت، قال عمر رضي الله عنه، فقلت لا أسابقك إلى شيء أبدا. هذا الحديث حسن كما في صحيح الترمذي للألباني رحمه الله تعالى. شوفوا يا جماعة الصحابة بيتنافسوا في شنو، عشان كده السلف بعضهم يقول من سابقك في الدنيا أي نافسك فيها فتركها له وسابقه في الآخرة. وان تمشي السوق وعرباتك تكتر، واحد بيجاي شغال معاك موازي كل مرة يشتري في عربية جديدة، والعمارات بتاعتك تكتر، واحد شغال معاك موازي بيشتري في العمارات، أترك له والدنيا سابقه في الآخرة. الناس يتنافس في الآخرة، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون في أمر الجنة وفي أمر الآخرة. ده بيتنفل، انت تتنفل أكثر منه.
ده مخلص لله ظاهره الإخلاص، أنت تكون مخلص لله أكثر منه وأشد. ده مجتهد في الدعوة، أنت تكون مجتهد في الدعوة أشد من اجتهادي. ده حفظ 10 أجزاء، أنت أحفظ 12، واصل في الخير. ده يتصدق، أنت يتصدق. نافس الناس في الآخرة من غير ما تحسد الحسد المذموم، وأخلص أمرك ودينك لله سبحانه وتعالى. لكن الدنيا دي ما تنافس الناس فيها كثير، خليها لهم في النهاية على زوال. بعدين أنت المنافسة دي، أنت لما تنافس زول في أمر دنيا شيء أنت ما بتملكه، الرزق بيد الله سبحانه وتعالى، وقد أنت تموت وهو يفوتك، وقد 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 إلى آخره. ولكن نافسه في الآخرة، هذا هو التنافس المحمود. الأمر الثاني قال: وعن قيس قال: اشترى أبو بكر رضي الله عنه بلالا، لما كان بلال رقيقا، اشترى أبو بكر رضي الله عنه بلالا وهو مدفون في الحجارة يعذب رضي الله عنه. فالدين ده الناس ابتلوا فيه كيف؟ ناس الواحد راكب عربية وجلابته نظيفة ورابط عمته بمراية متريح ويتغدى حتى يجي يسوي الدرس، وأي زول يعزمه ويلاقوه في الشارع يحترموه، وفي الصف العيش يقدموه، وفي صف شنو كذا يحترموه يا شيخ فلان ويتأدبوا معاه، وبعد يقول لك والله الدعوة دي فيها ابتلاءات شديدة جدا، بعد الريحة السمحة دي وبعد الراحة دي، ونديلك بيسلموا. الواحد بيخلي أهله وبيوته ويخلي الدنيا وما فيها ويهاجر إلى الله تعالى، وبعد ده يجي محمد مصطفى يطعن في الصحابة يقول اقتتلوا في السلطة واقتتلوا في الدنيا، تركوا الدنيا وراء ظهورهم وأقبلوا على الله تعالى والدار الآخرة. وبتشوف بعدين في السير دي، والله السير دي فيها عجائب. وأنا بقول أي زول يقرأ الكتاب ده وينقح ويخرج ما فيه من آفات ويستفيد من خيره فإنه يغير حياته تماما. الكتاب ده بعالج لك مشاكل في الشهوات، تعلق بالدنيا، أمراض في القلوب بإذن الله تعالى، يعالجها من الحسد والغل والرياء والعجب إلى آخره. طيب، قال: اشترى أبو بكر رضي الله عنه بلالا وهو مدفون في الحجارة بخمس أواق ذهبا، خمس أواق، فقالوا أي لأبي بكر رضي الله عنه: لو أبيت إلا أوقية لبعناك. انت دفعت لنا خمسة، كان قبل أبيت إلا واحدة، وقية واحدة كانت ديناك له بوقية واحدة. قال: لو أبيتم إلا 100 أوقية لأخذته. قالوا: أنتم زاهدين فيه بواحد بتبيعوا، لو أبيت إلا 100 كان دفعتها فيه 100. رضي الله عنه. وبلال خير منا أجمعين اليوم، ما بزول الليلة غنيان ولا صاحب منصب ولا زول مرموق ولا عابد ولا عالم بيقول أنا أفضل من بلال، فيه؟ ما في. وأفضلنا اليوم إن قورنا به، رضي الله عنه وأرضاه، مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. عنده ترجمة بتجينا إن شاء الله في وقتها. طيب، الوقفة السادسة مع مناقبه وفضائله رضي الله عنه. قال ابن الجوزي: ذكر أهل العلم بالتواريخ والسير أن أبا بكر شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بدرا وجميع المشاهد، ولم يفته منها مشهد، كل الغزوات شهدها مع النبي صلى الله عليه وسلم والمشاهد. طيب، اثنين: ودفع إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم رايته العظمى يوم تبوك،
دفعها إلى أبي بكر رضي الله عنه. ثلاثة، وأنه كان يملك يوم أسلم 40,000 درهم، فكان يعتق منها ويقوي المسلمين. أربعة، وهو أول من جمع القرآن. خمسة، وتنزه عن شرب المسكر، وتنزه عن شرب المسكر في الجاهلية والإسلام. ما كان يشرب الخمر لا في الجاهلية ولا في الإسلام. ستة، وهو أول من قاء تحرجا من الشبهات. قاء يعني استفرى، كما سيأتي البيان في قصة الغلام، معروفة عندكم إن شاء الله تعالى. سبعة، والسابعة دي يا جماعة ما تفوتوها، سيقفوا معاه. قال: وذكر محمد بن إسحاق أنه أسلم على يده من العشرة خمسة، من العشرة المبشرين بالجنة أسلم على يد أبي بكر خمسة: عثمان ابن عفان. أزي زول نفس كان أسلم على يد عثمان ابن عفان، قصر معانا؟ والله ما قصر، جزاه الله خير خيرا. وطلحة ابن عبيد الله، والزبير ابن العوام، وسعد ابن أبي وقاص، وعبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه. ذيل كله نسلم على يد منه أبي بكر رضي الله عنه. شوف الفضل ده. شكاية يا جماعة، زول لما ندخل الدعوة دي، دعوة الكتاب والسنة وما كان عليه الصحابة، يدخل هذا الدين العتيق العظيم، لا يكتفي بنفسه وإنما يؤثر في شنو؟ في غيره. بلغ الدعوة يا أخي، انشرها بين الناس. بعدين الدعوة دي يا جماعة نشرها سهل إذا وفقك الله تعالى، إقناع الناس سهل، كما قال ابن كثير في قول الله تعالى: لا إكراه في الدين. يعني هذا الدين من قوة حجته لا يحتاج إلى يكره الناس إليه، عليه إكراها. يعني دين قوة حجة قوية. انت عايز تخيل لو بتدعو الناس يتعلقوا بالأموات، ما كان بتدعب؟ تقول لهم عندنا شيخ ميت، ولي كبير، والزول ده بيلحق الزول لو في آخر الأرض، الزول ده بيلحقه بس نادوه بس. مش الشغلة دي صعبة تغني عن الناس؟ ناس دكاترة وناس مهندسين وناس، يعني تغني عن ناس زي ديل، زي الدكاترة والمهندسين وإلى آخره، وناس بتاعين أفكار وناس بتاع، تجي تقنعهم إنه في ميت تنادوا؟ ولا علقوا لكم كمون بيحفظكم شرك بالله سبحانه وتعالى. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. لكن شوف أنت بتجي تقنعهم بالتوحيد. يا جماعة الكون ده خلقه الله، صح ولا ما صح؟ صح. الله ده كريم ولا ما كريم؟ كريم. الله ده على كل شيء قدير ولا ما عليه كل شيء قدير؟ على كل شيء قدير. الله ده يا جماعة سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، ما في شيء بغلبه. غني عن العالمين، رحمن رحيم، والناس بتستمع لك. يا جماعة اتعلقوا بالله، خلوا عقيدتكم في الله. كلامك ده سهل وطيب ولا ما طيب؟ طيب ومقنع. هسه انا جا اعلقهم عليك الله بتراب، قول لهم يا جماعه صفوا التراب ده فيه بركه وبعالج من المرض، وهم دكاتره قروا انه المرض ده التراب ده بسوي حصوه، عشان تقنعهم صعبه جدا. لكن كونه تقول له ندعو الله، الله يشفيكم لانه خلقكم، واذا مرضت فهو يشفين، كلام ده مقنع. لما تجي تقنعهم تقول لهم الله في القرآن ذكر انه العسل ده فيه شفاء، لو بقوا اعلم ناس في امر الدنيا بيقتنعوا، لانه كلامك ده كلام موجود، يفحصوا العسل يلقوه فيه شفاء فعلا. فلذلك الدعوة دي سهلة جدا، ما صعبة. قل للناس يا جماعة اتبعوا الرسول عليه الصلاة والسلام، لا بتدعون لحزب ولا لطائفة ولا لجماعة، ولا يبقوا صوفية ولا يبقوا أنصار سنة،
ولا يبقوا مع الإخوان المسلمين، ولا يبقوا مع حزب التحرير، ولا يبقوا مع حزب الأمة، ولا يبقوا مع السرورية، ولا يبقوا مع الحزبيين، يبقوا ناس متبعين للرسول عليه الصلاة والسلام. الكلام ده سمع ولا ما سمع؟ سمع. عشان كده الدعوة دي انت ما تكسل، بلغ الدعوة للناس يا أخي، انشر الخير، خليك زول مؤثر، والله بوفقك سبحانه وتعالى. طيب، تمني يا جماعة من مناقب أبي بكر رضي الله عنه أنه كان أفهم الناس لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وشوف الموقف ده، قال عن أبي سعيد قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس، دي في آخر حياته صلى الله عليه وسلم، خطب الناس فقال: إن الله عز وجل خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده. الله سبحانه وتعالى خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده سبحانه وتعالى، فاختار ذلك العبد ما عنده، ما عند الله تعالى. قال أبو سعيد رضي الله عنه: فبكى أبو بكر رحمة الله عليه ورضي عنه، قال: فعجبنا من بكائه. هل قالوا عجبنا من بكائه ذي المنو؟ صحابة. فهو فهم ما لم يفهمه غيره من علماء الصحابة رضي الله عنه، وهم أفهم الناس لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فعجبنا من بكائه أن أخبر أن، هنا أن دي في اللغة اسمها تفسيرية، يعني عملها بتفسر، يعني أن أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد خير. يعني هون يتعجبوا، الرسول يتكلم عن زول خير، صلى الله عليه وسلم تكلم عن رجل خير وعن عبد خير، يعني ما سبب البكاء؟ قال رضي الله عنه، قال أبو سعيد: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم المخير، يعني كان هو المخير، واختياره لما عند الله سبحانه وتعالى على أن يختار ما عند الله على الدنيا، لا يقدم الدنيا وإنما يقدم الآخرة، هذا فيه أنه صلى الله عليه وسلم سيفارق هذه الدنيا وينتقل إلى ما عند الله، فبكى أبو بكر من هذا الأمر رضي الله عنه. قال: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم المخير، وكان أبو بكر أعلمنا به، كان أبو بكر رضي الله عنه أعلمنا به، أي بالنبي صلى الله عليه وسلم، أعلمنا منصوبة لأنها خبر كان. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أمن الناس علي، إن من أمن الناس علي في صحبتي ومالي أبو بكر، ولو كنت متخذا خليلا غير ربي عز وجل لاتخذت أبا بكر. إن من أمن الناس علي في صحبتي ومالي أبو بكر، أو أبا بكر، هنا في هذه النسخة قال أبو بكر. قال: لكن أخوة الإسلام، لكن أخوة الإسلام ومودته، لا يبقى في المسجد باب إلا سد، أي أمر صلى الله عليه وسلم بأن يسد، وفي رواية خوخة، لا تبقى خوخة إلا باب أبي بكر، يعني لا يسد رضي الله عنه، أخرجاه في الصحيحين. طيب، الحديث ده علاقته بالمناقب أن أبا بكر كان يفهم كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أفهم الناس لقوله صلى الله عليه وسلم. تزع من مناقبه رضي الله عنه سلامة صدره. والله يا جماعة دي قصة جميلة جدا، وهي في صحيح البخاري، ولعلكم سمعتم بها، لكن فيها سلامة صدر أبي بكر رضي الله عنه، زول ده شفيق بالأمة. قال عن أبي الدرداء قال: كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم
إذ أقبل أبو بكر آخذا بطرف ثوبه حتى أبدى عن ركبته، يعني قرب يظهر شنو فوق شدة ما آخذ شنو بثوبه. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما صاحبكم فقد غامر، يعني الليلة في ذول أخذ ود معاه لحد ما غضب رضي الله عنه. فسلم أي أبو بكر رضي الله عنه سلم، ودي فيها فائدة يا جماعة، الزول الغضبان ما يجي يخش في الناس شنو طواليت وكذا وكذا، يسلم يسلم. طيب قال فسلم فقال: يا رسول الله إني كان بيني وبين ابن الخطاب شيء، يعني اختلفنا في شيء، فأسرعت إليه ثم ندمت فسألته أن يغفر لي فأبى علي، يعني أنا ندمت إني اختلفت معه في شيء فأسرعت إليه وسألته أن يغفر لي، يعني أن يعفو عني، فأبى أبى عمر رضي الله عنه من شدة غضبه، فأبى علي فأقبلت إليك أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ليه جاءوا؟ عشان المشكلة شنو تتحلل، لأن الصحابة ديل كانت نفوسهم طيبة وكانوا بحرصوا الواحد يبيت وليس في صدره شيء لأخيه، بخلاف اليوم يفتشوا للمشاكل. وهذا يقول لك أنا كان قعدت كم يوم ما في مشكلة، شغلة دي ما بتجي معي، والدنيا دي سمحة بالمشاكل والله، ويحاول أصل لها. يقول لك الفلاح ده لو ما شاف المويه دي في حجر زحاو في الخو في الجدول ما بيرتاح، الا يكون في حجر لو ماشي ساي ما بيرتاح، حاول اصل لها. وشاكل في ابسط شيء والله الذي لا اله غيره، صر بس كان شافك صار خلاص بيقطع معاك طوالي، لك هذول ده بصر لي ساي كذا يقول لك صار لي، وناس يتضاربوا قاعد في الطريق واحد عصره بعربيه في الطريق طوالي يشاكله شكل وضرب وكلام، زول ما يحرص على الخصومة وإنما يعفو ويصفح، ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قال ثم إن عمر لما أبو بكر رضي الله عنه قال الكلام ده للنبي عليه الصلاة والسلام قال فقال: يغفر الله لك يا أبا بكر، يغفر الله لك يا أبا بكر، يغفر الله لك يا أبا بكر صلى الله عليه، دعا له ثلاثا. قال ثم إن عمر ندم، يعني قبل لما أبى يعفو عنه شنو كان غضبان، بعد ذاك ندم رضي الله عنه عمر، الصحابة ذي العجيبين. فأتى منزل أبي بكر بعد ندم، شوف الناس المتواضعين كيف، ما قال خلاص انا ندمت بصالحه، لكن طالما جاء اعتذر لي خليه بعد يومين تاني بيجي بيعتذر لي انا بشنو بقول عذره، مشى لي طوالي في بيته. قال فاتى منزل ابي بكر فقال: اثم ابو بكر، يعني هل هو موجود؟ قالوا لا. فاتى الى النبي صلى الله عليه وسلم، عمر جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه، سلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل وجه النبي صلى الله عليه وسلم يتمعر أي من الغضب، وده الشاهد يا جماعة من الكلام. قال فجعل وجه النبي صلى الله عليه وسلم يتمعر حتى أشفق أبو بكر فجثى على ركبتيه، أبو بكر خاف على منه؟ على عمر، فجثى على ركبتيه خوفا من غضب النبي صلى الله عليه وسلم على عمر. فقال: يا رسول الله، قال أبو بكر: يا رسول الله والله أنا كنت أظلم، أنا كنت أظلم، قالها مرتين، يعني أنا ظلمت من عمر، لا تغضب علي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت، يعني في أول الإسلام. وقال أبو بكر صدق، رسول عليه الصلاة والسلام قال لعمر إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت، يعني في أول الإسلام وفي أول الأمر. وقال أبو بكر صدق وواساني بنفسه وماله، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ قالها مرتين، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ قال فما أوذي بعدها، رضي الله عنهم جميعا. انفرد بإخراجه البخاري. الكلام ده يا جماعة فيه فوائد كثيرة جدا، لكن بس نحن دائما نقيف مع واحد فين أو اثنين. الأولى أنهم كانوا إذا اختلفوا رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا الاختلاف بزول ولا ما بزول؟ شكر رب العزة والجلال قال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. قال مجاهد رحمه الله تعالى إلى الكتاب والسنة. طوال الخلاف بينتهي، والدليل على أنه بينتهي باقي الآية، فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى ذكر ثلاث معاني للتأويل، منها أن التأويل ما يؤول إليه نهاية الأمر، ده أحسن شيء يؤول له نهاية الأمر، إنكم ترجعوا للكتاب والسنة بعد ذلك بتصطلحوا على الحق. الفائدة الثانية يا جماعة سلامة صدر أبي بكر وخوف أبي بكر رضي الله عنه وشفقته على هذه الأمة، ويترك كل شيء ويترك الغضب لنفسه إذا رأى أن في ذلك إهلاكا لغيره رضي الله عنه. مش هسي واحد يختلف معاك، مش إهلاك لك أنت، قد إهلاك للأمة عديل، قد يناصر عليك زول مبتدع داعية شرك في شيء كان يرى أنه لا يجوز أن يتكلم به ويتكلم به بالباطل ونصرة لنفسه. أبو بكر رضي الله عنه جثى على ركبتيه خوفا على عمر رضي الله عنه، قبيل كانوا مختلفين، فترك كل شيء خوفا عليه وشفقة عليه رضي الله عنهما. طيب، عشر من المناقب أنه كان منكسرا لله سبحانه وتعالى، متواضعا لخلق الله، وأنه إذا عمل العمل الصالح وكانت منه المواقف الطيبة لا يفتخر بها ولا يمن بها، بل ينسب الفضل إلى ربه سبحانه وتعالى وينسب الفقر إلى نفسه، أنه مفتقر إلى مولاه سبحانه وتعالى. طيب، قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نفعني مال قط، ما نفعني مال أبي بكر، يعني ما نفعني مال مثل ما نفعني مال أبي بكر. قال أبو هريرة رضي الله عنه فبكى أبو بكر، ومدحه مفروض شنو يفرح ويضحك، بكى أبو بكر رضي الله عنه وقال هل أنا ومالي إلا لك يا رسول الله، رواه أحمد وهو في صحيح الجامع للألباني. وهل أنا ومالي إلا لك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، 11 من المناقب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقدمه حتى في الصلاة، كان يقدمه حتى في الصلاة كما في مرض موته صلى الله عليه وسلم. طيب، قال عن محمد ابن جبير بل أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى خلافة أبي بكر رضي الله عنه أنه سيكون هو الخليفة، إشارة واضحة بينة من أقوى الأدلة. قال عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه أي جبير بن مطعم قال أتت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن ترجع إليه، يعني جاءت كأنها تريد مالا
من حقها أو كذا أو كذا. قالت أرأيت إن جئت ولم أجدك، يعني كأنها تعرض بموته صلى الله عليه وسلم، كأنها تقول الموت. قال صلى الله عليه وسلم إن لم تجديني فأتي أبا بكر، فأتي أبا بكر. رواه البخاري، رواه البخاري. وده يدل لك على أن النبي صلى الله عليه وسلم يعظم شأن أبي بكر إلى الموت، إلى الموت. وهذا فيه رد على الروافض الذين يصفون أبا بكر وعمر بأنهما ارتدا عن الدين إلى الموت، إلى الموت. وابن القيم ذكر فائدة جميلة جدا، قال كل أحد يحكم الله تعالى عليه بالرضا في كتابه فإن الله ما حكم عليه بالرضا إلا وهو يعلم أنه سيموت على ما رضي عليه بسببه. لما نقول رضي عن فلان معناه ذول ما بيجي يوم شنو ارتد ولا يجيب كلام غلط يخالف الرضا. وقد مدح الله أبا بكر في القرآن ورضي عنه، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار ديل كلهم فيهم زول سبق أبا بكر رضي الله عنه، ما يبقى هو منهم وهو أسبقهم لدين الله سبحانه وتعالى. ورب العزة والجلال قال إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه، ما ممكن الله يقول إذ يقول لصاحبه ويكون بعد فترة جنوب بيرتد. إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله شنو، ولم يقل إن الله معي، إن الله معنا. طيب 12 يا جماعة، و 12 دي قبيل ذكرناه في شنو، في أنه استقاء رضي الله عنه. والحديث ده أنا قصدت أجيبه لأنه برضه فيه فوائد. قال وعن الحسن قال، أو الأثر ده، قال وعن الحسن قال قال أبو بكر رضي الله عنه يا ليتني شجرة تعضد ثم تؤكل، يعني يا ليتني كنت شجرة من تواضعه. قال وعن زيد بن أرقم قال كان لأبي بكر الصديق مملوك، ده الأثر، يعني هذا المملوك يأتيه أحيانا بالطعام وأحيانا يأتيه ببعض المال، وهو مملوك لأبي بكر، هو مالكه رضي الله عنه. فأتاه ليلة بطعام فتناول منه لقمة، ما شال منه شنو لقمة، فقال له المملوك ما لك كنت تسألني كل ليلة ولم تسألني الليلة، كل ليلة بتسألني والليلة دي ما سألتني، قلت لي الطعام ده جبته من وين؟ قال حملني على ذلك الجوع، أنا ما سألتك من شدة شنو الجوع رضي الله عنه. وإذا كان ذا جماعة أفضل الناس وأعبد الناس ويجوع، بل رسول الله صلى الله عليه وسلم يجوع، أشكيت الدنيا دي كان ابتليت فيها، ما تقول ده سبب الدين لأنه أنا تمسكت بالدين وكذا وكذا تقوم ترتد. كما قال الله تعالى عن بعض الناس ومن الناس من يعبد الله على حرف، قال الفوزان على طرف، حفظه الله، قال على طرف ماسك فيه طرف الدين، فإن أصابه خير اطمأن به، قال والله الدين ده تمام، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. إما تصيبه فتنة واحد استغام جديد وزول من أخواننا نحسبه، بعدين هو بهزل كذي مرات بهزل، لكن الهزل ده يا جماعة زول يعمل حسابه، بعدين لقاني في ديوان بتاع واستغام جديد وكان ممثل مشهور واسع عنده تمثيليات موجودة في النت مع ناس جمال حسن سعيد وديل والجماعة ديل ومعروف عندهم، فتاب نحسب فيه خير شديد، فقام
قال لي اسمع انت السلفيين ديل مارون كلهم مفلسين كده. قلت له ما في ابتلاء. لا قال لي سي ما ممكن الزول يكون موحد ويكون عام مساي يعني موحد والشغله دي يشيلها ويكون عامي كذي زاي وكذي. قلت له اصبر يا اخي الشغله دي فيها ابتلاء وكذا لكن الله بيفتح عليك وفي السماء رزقكم ما توعد كلام بالمعنى ده يعني. فقام ضحك قال لي يا اخي بهزل ساي بهزل ساي يا اخي. وقال قال بعد تاب اتصلوا به وقال له اسمع في تمثيليه. قال لهم بكم وتاب. قال لهم بكم؟ قال له ب 300. قال لهم اه ما بخرب توبتي ب 300. بعدين عنده 21 بنطلون. قال قطعت 11 وخليت 10 قلت ما معروف اللي بيحصل. والله يوزن له عليك. لكن هو من اطيب الناس زول طيب نحسبه ونحسبه صادق في دعوته والله مبتلى نسأل الله يفرج عنه لكن ثابت. لكن بيقول الكلام ده شنو ضحك هو زول فكاهي كده زول بعد ضحك. طيب الله يحفظه ويحفظ جميع المسلمين والمستقيمين. طيب قال فقال له المملوك ما لك كنت تسألني كل ليلة ولم تسألني الليلة؟ قال حملني على ذلك الجوع من أين جئت بهذا؟ قال مررت بقوم في الجاهلية فرقيت لهم سويت لهم رقية يعني زمان في الجاهلية في بعض الروايات تكهنت لهم. قال فوعدوني فلما أن كان اليوم مررت بهم فإذا عرس لهم فأعطوني فقال أف لك كدت تهلكني فأدخل يده في حلقه فجعل يتقيأ رضي الله عنه فجعل يتقيأ رضي الله عنه يخرج هذه اللقمة. قال وجعلت لا تخرج فقيل له إن هذه لا تخرج إلا بالماء فدعا بعس من ماء فجعل يشرب ويتقيأ حتى رمى بها رضي الله عنه حتى أخرجها. فقيل له يرحمك الله كل هذا من أجل هذه اللقمة؟ فقال لو لم تخرج إلا مع نفسي لأخرجتها. ليه؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل جسد نبت من سحت فالنار أولى به. كل جسد نبت في بعضهم بنقول كل لحم. كل جسد نبت من سحت فالنار أولى به. قال فخشيت أن ينبت شيء من جسدي من هذه اللقمة. هذا الحديث في صحيح الجامع للألباني رحمه الله. قال وقد أخرج البخاري في أفراده من حديث عائشة طرفا من هذا الحديث. طيب فذي يا جماعة بعض مناقب أبي بكر رضي الله عنه. من مناقبه أنه كان شجاعا وكان رقيقا وكان أسيفا كثير البكاء إذا تلا القرآن رضي الله عنه وكان قويا في دين الله. لما ارتد من ارتد من العرب قاتلهم رضي الله عنه. عشان كذي ابن تيمية رحمه الله ذكر فائدة في الفتاوى وتراجع في الجزء السابع والثامن كتاب الإيمان الجزء السابع وكتاب القدر الإيمان الجزء الثامن. قال كان أبو بكر لينا رقيقا في بادي أمره فلما ولاه الله الخلافة صار قويا في موضع القوة وكان عمر شديدا في أول أمره فلما ولاه الله الخلافة صار رقيقا في موضع الرقة. قال وهذا من تهيئة الله وتربيته لهؤلاء رضي الله عنه أو كما قال رحمه الله تعالى. طيب سبعة جماعة خلافته وتواضعه رضي الله عنه. خلافته باختصار شديد فيها قصة في مسند الإمام أحمد وهي قصة صحيحة كما ذكر
الإمام أحمد محمد شاكر في تحقيقه للمسند، وهي أيضا عند البخاري في كتاب الحدود من صحيح البخاري. باختصار، اجتمع الأنصار في سقيفة بني ساعدة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وتشاوروا في أمر الخلافة والإمارة، فجاء عمر رضي الله عنه ومعه أبو بكر ومعهما أبو عبيدة رضي الله عنهم جميعا، جاءوا إلى سقيفة بني ساعدة، وكانوا من الذين يتشاورون أيضا في أمر الخلافة، حتى قال رجل من الأنصار، كلام طويل لكن احنا دارين المختصر، حتى قال رجل من الأنصار: منا أمير ومنكم أمير، من الأنصار أمير ومن المهاجرين شنو أمير. قال عمر رضي الله عنه: فكثر اللغط الكلام وارتفعت الأصوات حتى خشيت الاختلاف. حتى خشيت شنو الاختلاف؟ يعني لسه ما حصل الاختلاف، لكن حتى خشيت شنو الاختلاف، يعني الاختلاف المذموم. قال: فقلت: أبسط يديك يا أبا بكر، والتلامذ يدك دمن عمر رضي الله عنه. قال: فبسط يده فبايعته، وبايعه المهاجرون ثم بايعه الأنصار. انتهى الكلام، ولا تناقشوا كثير مما بايعوا المهاجرون، طوال الأنصار مدوا شنو يديهم وبايعوا. وكان ممن بايعه سعد رضي الله عنه وهو من زعمائهم، وكان متزملا، جاء مزملا، يعني من شدة المرض والحمى التي أصابته جاء مزملا، يرتدي ثوبا يتزمل به يتغطى به رضي الله عنه جميعا، سعد ابن عبادة. فبايعوا أبا بكر وصار خليفة للمسلمين. شوف شوف الرجل ده متواضع لأبعد الحدود، من تواضعه رضي الله عنه. قال عن الحسن، قال ابن الجوزي عن الحسن: قال: قال علي، أي رضي الله عنه: لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم نظرنا في أمرنا، فوجدنا النبي صلى الله عليه وسلم قد قدم، داري يعني يشير إلى أنه أحق بالخلافة. بعد ذلك بيذكر ابن الجوزي رحمه الله بعض المواقف التي تدل على تواضع أبي بكر وهو خليفة على المسلمين. وتخيل خليفة ما على السودان ولا مصر ولا لبنان ولا بلاد الحرمين، كلام بعمومي، وإنما هو خليفة على المسلمين في الأرض كلها، يعني ده ملك عظيم. وبعد ده هو متواضع. قال علي رضي الله عنه: لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم نظرنا في أمرنا، فوجدنا النبي صلى الله عليه وسلم قد قدم أبا بكر في الصلاة، قدمه في الصلاة في حياته، فرضينا نحن، يعني لدنيانا من رضي رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا، يعني من رضيه صلى الله عليه وسلم لديننا نحن رضينا به لدنيانا، لأنه صلى الله عليه وسلم رضي به لديننا الذي هو أعظم من شنو من دنيانا. قال: فقدمنا أبا بكر. طيب شوف التواضع. قال عن عطاء ابن السائب قال: لما استخلف أبو بكر رضي الله عنه أصبح غاديا إلى السوق من الصباح، مرق ماشي شنو السوق، وعلى رقبته أثواب يتجر بها، شايل له هدوم شنو ببيع، كان يعمل في التجارة رضي الله عنه، وخليفة شنو المسلمين، بايعوه من الصباح، قام شنو شايل هدوم. دي رسالة للناس اللي بيتكلوا على المنظمات والجمعيات المنحرفة، ويقول لك: أنا زول ده يا زول، يقول لك: أشتغل كيف؟ طلبة. أشتغل طلبة كيف؟ والأحاديث دي بتروح، تروح وين؟ أنت الأحاديث بتشيلها بيدك؟ الأحاديث دي أنت بتشيلها بشنو؟
تأذل. قال لك الإمام أحمد كان يعمل حمالا لبعض الأعراب إذا نفذت نفقته. قال لك لما قروشه تكمل في السفر وفي حياته وكذا يمشي بيشتغل حمالا لبعض الأعراب. حمال يعني شنو؟ التالي يعني. فجاءه عبد الرزاق صاحب المصنف بأكثر من 200 درهم واختبأ خلف بابه، طرق الباب استأذن على الإمام أحمد واختبأ خلف الباب، يعني الدسة لا ناس بيته جوا يشوفوا زي الناس، وخدت الإمام أحمد ولا ناس برا يشوفوا، وقال خذ هذه يا إمام. فقال لو كنت آخذا من أحد لأخذت منك، يعني لا آخذ وإنما أعمل شنو؟ حمالا، أعمل حمالا. ودي يا جماعة ما في إنه ما بجوز تأخذ الهدية، بل أنت تأخذ الهدية لحديث سالم بن عبد الله عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، تأخذ الهدية لما تجيك. بل العلماء عندهم فيها فقه عظيم، حتى قال ابن عثيمين في رياض الصالحين في شرح رياض الصالحين إذا جاءك شيء من المال لما ذكر الحديث قال خذه، إما أن تنتفع به وإما أن تتصدق به. قال فإن لم تأخذه صار شيء في نفس الذي أعطاك شنو؟ المال. قال إلا إذا خشيت المن والأذى فلا تأخذه، إذا خشيت المن والأذى فلا تأخذه. وصاحب شرح عمدة الأحكام عبد الله بن بسام أورد الحديث أن أبا جهم لما أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بجانية وثوبا ولم تعجب النبي صلى الله عليه وسلم وشغلته في الصلاة أخذها وذهب بها إلى أبي جهم وقال له خذ هذه وأعطني ما بجانيتك أو كلمة النحو، يعني قال لا أقلع لي التلابس ده دي أديني لها وشيل شنو؟ شيل. فردها لأنها شغلته في الصلاة وأخذ تلك، قال البسام لكي لا يكون شيء شنو؟ في نفسه. قال لي جيب اللابسة دي. شوف التواضع والأدب والمعاملة الحسنة. قالوا عن عطاء بن السائب قال لما استخلف أبو بكر أصبح غاديا إلى السوق وعلى رقبته أثواب يتجر بها، فلقيه عمر وأبو عبيدة فقالا له أين تريد يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال السوق. قالا تصنع ماذا وقد وليت أمر المسلمين؟ قال فمن أين أطعم عيالي؟ فمن أين أطعم عيالي؟ قالا له انطلق حتى نفرض لك شيئا، إلى آخر القصة. هناك قصة بعدها تبين وتفصل أكثر من هذه. قالوا عن حميد ابن هلال قال لما ولي أبو بكر الخلافة قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم افرضوا لخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يغنيه، أي لكي يتفرغ لشأن شنو؟ الخلافة. فقالوا نعم. شوف فرضوا له شنو وهو رضي رضي الله عنه. قالوا فقالوا نعم برداه إذا أخلقهما وضعهما وأخذ مثلهما، اللابسين إذا أخلقهما يعني اتقدقدا وتشرطا، وضعهما وأخذ شنو؟ مثلهما. واحد. وظهره إذا سافر، كان دار يسافر نديه شنو؟ دابة. ونفقته على أهله كما كان ينفق قبل أن يستخلف. بس. فقال أبو بكر رضي الله عنه رضيت، رضيت رضي الله عنه. شوف القصة الجاية دي جميلة جدا وفيها تواضع أبي بكر رضي الله عنه. قال ابن الجوزي قال علماء السير وكان أبو بكر يحلب للحي أغنامهم، يحلب للحي شنو؟ أغنامهم. فلما بويع أي خليفة للمسلمين، خليفة على المسلمين، قالت جارية من الحي، جارية من الحي قالت
الآن لا يحلب لنا منائح دارنا. خلاص بقوه خليفة تاني شنو؟ ما بيحلب لنا المنائح. فسمعها أي أبو بكر رضي الله عنه فقال بلى لأحلبنها لكم وإني لأرجو أن لا يغيرني ما دخلت فيه عن خلق كنت فيه. شوفوا الكلام ده عجيب كيف. وجماعة الثبات ده داير الزول باختصار شديد كثير التعلق بربه سبحانه وتعالى. بس باختصار شديد تكون ثابت على الدعوة توحيد للموت. ده ما بالقوة بس مجرد القوة وكذا وكذا وكذا، وإنما تكثر من التعلق بالله والدعاء لله سبحانه وتعالى. تكون ذول متواضع وإنت ما عندك قروش، بعد تركب العربات وكذا ما تتغير من الناس، تكون لسه متواضع. الموضوع ده دار تعلق بالله سبحانه وتعالى وزهد في الدنيا. طيب قال فكان يحلب لهم وأنه لما ولي أبو بكر رضي الله عنه استعمل عمر على الحاج، يعني على الحجاج، جعل عمر مستعملا على الحجاج يقوم على شؤونهم ويفصل في خصوماتهم إلى آخره إذا وقعت خصومة. ثم حج أبو بكر من قابل، يعني السنة البعد ولو خليفة. ثم اعتمر في رجب سنة 12 ومات في سنة 13، فدخل مكة ضحوة فأتى منزله. فالقصة دي جميلة كيف، جاء بيته في مكة، قال زمان كان في مكة، قال وأبو قحافة اللي هو ده شنو عثمان، وهو والده والد أبي بكر رضي الله عنهم جميعا، قال وأبو قحافة جالس على باب داره معه فتيان يحدثهم، فقيل له هذا ابنك، يعني ذا أبو بكر ولدك جاء، فنهض قائما، نهض أبو قحافة قائما لأنه يحب شنو ولده أبا بكر، يحب أبا بكر رضي الله عنهم جميعا، وعجل أبو بكر أن ينيخ راحلته، يعني استعجل فيها عشان أبوه شنو ما يهوئ مش لأبوه، فنزل عنها وهي قائمة، ما خلاها لما نزلت لأنه شاف أبوه شنو وقف، فنزل عنها وهي قائمة رضي الله عنه، فجعل يقول يا أبا لا تقم، ثم التزمه، التزم والده، التزمه يعني ضمه، وقبل بين عيني أبي قحافة. شوف المنظر ده جميل كيف، ده أبو بكر ومعه شنو والده أبو قحافة، وجعل أبو قحافة يبكي فرحا بقدومه، وجاء والي مكة عتاب ابن أسيد، ده الوالي بتاع شنو مكة، وسهيل ابن عمرو، وعكرمة ابن أبي جهل، الثلاثة جو، قال والحارث ابن هشام وهو رابعهم، فسلموا عليه يعني على أبي بكر، فقالوا السلام عليك يا خليفة رسول الله، وصافحوه جميعا، فجعل أبو بكر يبكي حين يذكرون رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم سلموا على أبي قحافة، فقال أبو قحافة يا عتيق، لأنه لقب شنو عتيق لأبي بكر، يا عتيق هؤلاء الملأ فأحسن صحبتهم، يعني ذيل الملأ بتاعنا المنطقة، أحسن صحبتهم. فقال أبو بكر يا أبا لا حول ولا قوة إلا بالله، طوقت عظيما من الأمر، لا قوة لي به ولا يدان إلا بالله، يعني لا أقوى عليه ولا أقوم فيه بدين الله إلا بتوفيق الله لي. قال وقال هل من أحد يشتكي ظلامة، يعني هل من أحد يشتكي ظلامة من أبي بكر، فما أتاه أحد،
قال ابن الجوزي: فأثنى الناس على واليهم، أو هل من أحد يشتكي ظلامة، أي من عتاب والي مكة، فما أتاه أحد فأثنى الناس على واليهم، وواليهم هو عتاب رضي الله عنهم جميعا. طيب، أبو بكر رضي الله عنه له خطب وله مواعظ وله كلمات ومواقف جميلة للغاية، لكن ابن الجوزي رحمه الله في ختام ترجمته لأبي بكر رضي الله عنه ذكر وفاته وذكر مرض موته. بعضهم قال مرض موته سم، وذكر ذلك أيضا ابن القيم رحمه الله في كتابه الفوائد، أن أبا بكر أصابه السم وكان سببا لوفاته، كما أن السم كان سببا لوفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر عبد الله بن عمر أن سبب مرضه هو ألمه وكمده وحزنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يمكث بعده إلا سنتين وبضعة أشهر. طيب، في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر رضي الله عنه قال كلاما في مرضي الذي مات فيه، وفيه قال: إذا أنا مت فاغسلوا ثوبي هذا، وضموا إليه ثوبين جديدين، وكفنونني في ثلاثة أثواب، لأن الرجل في ثلاثة والمرأة في كم؟ خمسة. فقلنا: أفلا نجعلهما جددا أو جددا كلها، يعني جديدة الأثواب كلها؟ قال: لا، إنما هو للمهلة، يعني دي الأثواب دي شنو؟ للمهلة بس، أوكات، وبعد ذاك ينتقل إلى شنو؟ إلى دار القرار، كما قال تعالى: ألهاكم التكاثر حتى زرتم شنو؟ المقابر، فصرتم من الأموات، كما قال ابن كثير رحمه الله: زرتم المقابر صرتم من الأموات. قال: فمات ليلة الثلاثاء، يعني يوم الاثنين بالليل. قال: أخرجه البخاري. وقال أهل السير، قال ابن الجوزي: قال أهل السير: توفي أبو بكر ليلة الثلاثاء بين المغرب والعشاء لثمان ليال بقين من جمادى الآخرة سنة 13 من الهجرة، سنة 13 من الهجرة، وهو ابن 63، زي عمر الرسول عليه الصلاة والسلام في الرواية دي. وأوصى أن تغسله أسماء، وهي بنت عميس وهي زوجته رضي الله عنهم جميعا. قال: فغسلته. قال: وأن يدفن إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى عليه عمر رضي الله عنه، والذي صلى على أبي بكر. ونزل في حفرته ابنه عبد الرحمن، ومعه عمر وعثمان وطلحة ابن عبيد الله رضي الله عنهم جميعا. نسأل الله يجمعنا بأبي بكر في الجنة. دي ترجمة أبي بكر رضي الله عنه.